سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احوال جيده. المهم اليوم بغيت نصوب معكم الكاب كيك على طريقتي انا. المهم دابا نبداو في المكونات. عندنا ثلاثه البيضات، كاس ديال العنبه زيت ما عامرش، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال السنيده، وعندنا جوج معالق كبار بودره ديال الكاكاو، وثلاثه الخمارات 7 غرام، وعندي هنا ثلاثه الكؤوس ديال العنبه الدقيق الابيض اللي غربلتو من قبل. مهم المكونات بساط وسهلين وكيجي زوين صراحه وكيجي ناجح. وهذا الشوكولاته هذا غير فقط للتزيين. مهم نبداو على بركه الله. مهم دابا اول حاجه غنبداو بها كيف ما كيعرف كل شيء هي البيض والسنيده، غادي نطربوهم هما الاولين. كنتمنى يكون هذا واضح. عندي هنا هما ثلاثه البيضات وكاس ديال السنيده، العبار كامل عندي هنا الكيسان ديال العنبه، وغادي نخلطو كل شيء. دابا درنا البيض والسنيده، غادي نبداو نزيدو المكونات الاخرين. نزيدو الزيت كاس ما عامرش، وغنديرو كاس ديال الحليب. انا الصراحه الحليب كيجي فيهم حسن من دانون. نديرو بودرة الكاكاو، وغنبداو دابا نضيفو في الدقيق بشوي بشوي ونحركو. هنا عندي ثلاثة الكؤوس ديال العنبة عامرين مملوئين بالدقيق، هي القوام ديالهم كيبغي يجي شويه واقف، ما تجيش هذا، ما تجيش مرفوفه بزاف. وغنديروا هاد ثلاثه الخمارات 7 غرام، وغنزيدو بشوي بشوي ونحرك. كنتمنى الطريقه تكون واضحه، وهي نيت راها ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه، مكونات ساهلين وبساط وكيجو الصراحه كيجو ناجحين. لي ما بغاش يدير الشوكولاط ماشي مشكله، هذه بودره الكاكاو يستغنى عليها ماشي مشكله. غادي نزيد في الكميه اللي بقات عندي، كما قلت لكم هما كيبغي القوام ديالهم يجي شويه واقف. كيفاش كتجي؟ خاصها تجي ثقيله شويه بحال هكا. وهما سر النجاح ديالهم، كتبغي ملي تقاديها تقادي الخليط كامل بحال هكا،
تخلي واحد نص ساعة ساعة كاع ماشي مشكل باش كينجحوا وكيجوا زوينين. مهم انا غنخلي الخليط ديالي يرتاح واحد نص ساعة ونرجع لكم من بعد. من بعد ما ارتاح لينا الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، انا خليته غير نص ساعة. المهم الا بغيتو تخلوه حتى ساعة ماشي مشكل، قد ما بقى اكثر قد ما كيجي كيصدقوا لي كاب كيك كيجيو زوينين. المهم وهنا وجدت القالب ديالي اللي غادي نعمر فيه، وما هادو ما تيبغيوش يجوا عامرين بزاف، ما تعمروهمش باش ما يفيضوش لكم بزاف، ديروا فيهم غير النص تقريبا معلقه ونص صافي، حتىش ملي كيتنفخوا يلا كيجيو هما هادوك. انا عندي هاد المعلقه كبيره كتهز معلقه ونص. كنشعلو الفران على درجة حرارة 180 فوق وتحت، الصراحة كيجو رائعين كيجو غزالين. وحتى بالنسبة لوليدات المدرسة كيجو مساهلين كيدوهم هكا، كيجو الصراحة زوينين. كنستمروا على هذه الطريقة هذه حتى كنعمروهم كاملين. المهم انا في الاخر غنقول لكم شحال خرج ليا من وحده هاد القوام اللي درت انا، شحال خرج ليا من وحده. وكيف ما كنقول لكم ما تعمروهمش بزاف على هاد الشهد هذا، ما يكونش عامرين حتى الفوق باش ملي تنفخوا ما يفيضوش ليكم في الجناب، يجي الشكل ديالهم زوين. كنستمروا على هذه الطريقه هذه. المهم انا غادي ندخلهم دابا الفران وملي يطيبوا غنوريكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا، كيجوا هكا فرديين وزوينين الصراحه، كيجوا رائعين وزوينين لوليدات الكوتي. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتجربوهم وتبارطاجيوهم مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش ديروا لايك للقناة باش يبقى يوصلكم كل جديد، وشكرا.